حياكم الله مشاهدينا الكرام، وهذه نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. قبيل قمة بغداد الثلاثية مع الملك الأردني والسيسي الكاظمي يبدأ زيارة إلى السعودية تبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. بعد طول انتظار مجلس النواب يعقد جلسة تمرير الموازنة العامة، ونواب يؤكدون حصول الإقليم على امتيازات غير مسبوقة. الكشف عن سرقات يتعرض لها نفط محافظة كركوك بواسطة الصهاريج والصالح يشير إلى أن نفط المحافظة يباع للأردن بشكل مجاني. والصحة تسجل نسبة إصابات أسبوعية هي الأعلى منذ بدء الجائحة، والموقف الوبائي اليومي يتجاوز 6000 إصابة في سابقة تنذر بالخطر. أهلا بكم. استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وصل المملكة في زيارة رسمية، ومن المقرر أن تتناول المباحثات تفعيل المجلس الاستراتيجي التنسيقي السعودي العراقي ووضع جدول أعمال خاص به، فضلا عن اجتماعات مهمة بين الوزراء العراقيين ونظرائهم السعوديين لتطوير العلاقات بين البلدين. كما سيتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق بشأن أزمات المنطقة. وأضاف علاوي أن الزيارة ستناقش تشجيع الاستثمار السعودي في العراق وإقامة مناطق التجارة الحرة وفق التفاهمات التي تجرى بين الجانبين. دافع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، وقال إنه حقق مكاسب اقتصادية مهمة. وقال الكاظمي أو دعا خلال كلمته في الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفقا لاستراتيجية هادفة، وكانت له نتائج مهمة على نمو الاحتياطي النقدي وتصنيف العراق الانتمائي دوليا. وأوضح الكاظمي أنه يتطلع إلى الإسراع في إقرار قانون الموازنة وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الأكثر فقرا وتدعم المشاريع الخدمية. من جهتها دافعت وزارة المالية على قرار خفض سعر الدينار مقابل الدولار، مشيرة إلى أن تأثيره على ارتفاع الأسعار كان طفيفا، متهمة بعض التجار بالتلاعب بالأسعار وربطها بسعر الصرف. وقالت الوزارة في بيان إنها عملت متابعة مستمرة لملاحظة أثر تغيير سعر الصرف في الأسواق المحلية، حيث عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين لغرض مناقشة المتغيرات الحاصلة بأثر تغيير سعر الصرف في حركة الأسواق المحلية والعمل على حماية الطبقات الفقيرة. وطلبت الوزارة من الجهات ذات العلاقة أخذ دورها بمراقبة حركة أسعار الأسواق المتفاوتة لمنع التلاعب بقوت المواطنين. حسب قولها، عقد مجلس النواب اليوم جلسة خاصة لتصويت على قانون الموازنة، وذلك بعد سلسلة تأجيلات بسبب الخلافات بين الكتل على مواد القانون. وصوت المجلس على مواد عدة من مشروع قانون الموازنة. وأفاد مراسلنا داخل مجلس النواب بأن البرلمان صوت على 37 مادة حتى الآن، وأشار إلى أن مجلس النواب صوت على حذف المادة 20 من قانون الموازنة التي تتضمن فرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين. ها
هذا وأفاد مصدر برلماني بانسحاب كتلة دولة القانون النيابية وكتلة السند الوطني من جلسة البرلمان المنعقدة حاليا للتصويت على مشروع قانون الموازنة. وقال المصدر إن كتلة دولة القانون النيابية انسحبت الآن من جلسة البرلمان المنعقدة للتصويت على مشروع قانون الموازنة، وأضاف كذلك انسحبت كتلة السند الوطني من الجلسة. وشهدت الجلسة أيضا مقاطعات فردية لنواب كتل مختلفة أفضت إلى انسحابهم من الجلسة. وذكر مراسلنا أن انسحابات النواب توالت تباعا بالتزامن مع التصويت على تحديد سعر صرف الدولار في المادة الواحدة من مشروع القانون، ما تسبب باختلال النصاب القانوني داخل القاعة الكبرى لدى التصويت على مشروع قانون الموازنة. من جهته كشف رئيس لجنة مراقبة المنهاج الحكومي حازم الخالدي عن أخطر الفقرات الموجودة في مشروع قانون الموازنة، وأكد الخالدي أن المادة 47 والخاصة ببيع أصول الدولة الزراعية والمالية وهي من أخطر المواد وفيها هدر كبير للمال العام. وأردف الخالدي قائلا: ليس من المنطقي أن يعرض للبيع كل ما يتعلق بأصول الدولة الصناعية والمالية، ويتحتم على الدولة أن تكون هي مالكة للجزء الأكبر من ممتلكاتها، وأن تكون منافسا قويا واستراتيجيا ومسيطرا على المال وعلى القطاع العام. في هذا الإطار عبر عدد من النواب عن أسباب رفضهم التصويت على قانون الموازنة بسبب ما وصفوه بالخروقات الكبيرة التي تضمنها، مطالبين في ذات الوقت برفض الضغوط السياسية والمساومات. وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي في بيان إنه يرفض ما تضمنته الموازنة من قروض خارجية تزيد على 8 مليارات وتخويل وزير المالية بإصدار الضمانات السيادية، كما شدد على رفض المواد التي تجيز خصخصة جميع قطاعات وبيع أصول الدولة من صناعية وبنى تحتية وغيرها. وطالب العقابي بإلغاء المواد التي تمنح إقليم كردستان امتيازات لا مبرر لها، ودعا لاعتماد نص يقضي بتسليم الإقليم كل وارداته النفطية وغير النفطية بشكل كامل، وفي حال امتناعه لا يتم تسديد أي مستحقات للإقليم وتحميل المخالف لذلك المسؤولية. حددت كتلة دولة القانون النيابية شروط حضورها الجلسة، مشيرة إلى أن النسخة النهائية للموازنة لم توزع لغاية بدء الجلسة على النواب. وقال النائب قاطع الركابي أن حضور كتلته الجلسة كان مرهونا بتغيير سعر صرف الدولار وحذف المواد التي ليس لها علاقة بالموازنة، وإنما طرحت لأول مرة، مشددا على أن النواب لم يطلعوا على النسخة النهائية للموازنة، خصوصا وأن فيها مواد حذفت وأخرى أضيفت، خصوصا المادة الخاصة بحصة الأقليم. هذا وقد أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية أنها ستحضر جلسة تمرير الموازنة. وقال النائب عن كتلة مهدي عبد الكريم أن نواب الكتلة سيحضرون جلسة تمرير الموازنة المقرر عقدها، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعدما تم الاتفاق مع اللجنة المالية والكتل السياسية على تمرير المادة 11 الخاصة بحصة الإقليم من الموازنة. وبحسب الوثائق المنشورة وأوساط النيابية، فإن وفد الأقليم وبمعونة عدد من الكتل النيابية والحكومة المركزية استطاع أن يفرض الصيغة التي يريدها للمادة 11 في الموازنة والخاصة بحصة الأقليم، حيث أكد مقرر اللجنة المالية النائب أحمد الصفار أن وفد الإقليم وبعد الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وكتل النيابية تم الوصول إلى صيغة مرضية،
وصوتت اللجنة المالية عليها، حيث سيتم عرضها للتصويت في إطار قانون الموازنة. وبحسب الوثائق فإن الإقليم وفق هذه المادة سيسلم فقط 250 ألف برميل يومياً، وسيكون ذلك من نفط كركوك المتجاوز عليه بحسب النائب أرشد الصالحي. كما لم تتضمن المادة أي شرط جزائي يلزم الإقليم بتسليم وارداته لبغداد، فيما ستتبرع بغداد بشطب جميع الديون المستحقة بذمة الإقليم خلال الستة أعوام الماضية، لتتحول بغداد من دائنة إلى مدينة للإقليم، فيما ستكون حصة الإقليم من الموازنة أكبر من حصة بقية المحافظات مجتمعة. اقتصاديا، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بالشروط في تنفيذ الاتفاقية الصينية أو الشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية، مضيفا أن الحكومة مقبلة على الانفتاح في سياستها على المجتمع الدولي، وأنها ماضية في تأسيس مستقبل جديد للعراق. باهتمام متزايد للحكومة بالاتفاقية الصينية أيضا، وأوصى السيد رئيس مجلس الوزراء بالشروع بتنفيذها والعمل عليها لأنها ستستغرق وقتا طويلا. التحديات ما زالت قائمة، والحكومة ماضية في أن تؤسس مستقبلا جديدا للعراق. العراق سيكون إن شاء الله نقطة التقاء للمتناقضات وليس نقطة انبعاث لها. هذا الأمر ربما يقتضي من الحكومة عملا دائبا ولغة جديدة لترتيب أوضاعنا مع جيراننا ومع اتفاقاتنا الدولية. قررت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق في ملف استيراد الطاقة الإيرانية من العقوبات المفروضة على طهران، وذلك لمدة 4 أشهر إضافية. وقالت مصادر أمريكية أن واشنطن منحت العراق إعفاء لمدة 120 يوما لسداد ديونه لإيران، واعتبرته أول إعفاء يمنح من حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنه يأتي كبادرة حسن نية للحكومة العراقية. أكد النائب حسن سالم أن أخطر مؤامرة يتعرض لها البلد إضافة إلى سلسلة المؤامرات الأخرى هي قضية الاقتراض من البنوك الأجنبية، وعلى وجه الخصوص الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يرتب على هذه القروض فوائد ضخمة ويفرض شروطا مجحفة للتحكم باقتصاد البلد. واعتبر سالم أن الاقتراض الخارجي خصوصا من صندوق النقد الدولي عبارة عن احتلال اقتصادي سيجعل البلاد رهينة لتلك القروض، وهو مكبل مليارات الدولارات. وأضاف أن ما نراه في العراق حالة مؤلمة من تهميش وإهمال للاتفاقية مع الصين واللجوء إلى الاقتراض الخارجي لمشاريع يشوبها الفساد، كما هو الحال في قطاع الكهرباء التي ذهبت مليارات الدولارات إلى جيوب الفاسدين. كشف النائب عن محافظة كركوك أرشد الصالح عن سرقات يتعرض لها نفط المحافظة بواسطة الصهاريج، مشيرا إلى أن النفط يباع للأردن بشكل مجاني. وقال الصالح أن نفط محافظة كركوك مباح ويباع للأردن مجانا، لافتا إلى أن 10,000 برميل من نفط كركوك تذهب للأردن باتفاق غير واضح. وأضاف أن حقول نفط كركوك استغلت بطريقة سيئة قبل عام 2017، مشيرا إلى أن كركوك أو نفط كركوك يتم سرقته عبر الصهاريج.
شكك رئيس ائتلاف دولة القانون نور المكامل المالكي بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، فيما شدد على أهمية توفير البيئة المناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي. خلال استقباله سفير جمهورية فرنسا لدى العراق برونو أوبير، شدد المالكي على أهمية توفير البيئة المناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا وجود شكوك في إجراء الانتخابات في موعدها بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية والإشكاليات المتعلقة بقانون الانتخابات. وأبدى رئيس ائتلاف دولة القانون اعتراضه على رأي فرنسا بخصوص الإشراف على الانتخابات، فيما رحب بالرقابة الدولية وضرورة احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره. أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق ركن عبد الأمير الشمري أهمية تهيئة البنى التحتية اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة. وذكرت اللجنة في بيان أنها عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الشمري وبحثت عددا من المواضيع الخاصة بعمل اللجنة إضافة إلى آخر المستجدات، ونقلت عن الشمري تأكيده على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل إنجاح العمل وتذليل العقبات ومتابعة احتياجات جميع العاملين في هذه اللجان التي تعمل بوتيرة عالية جدا. وتم التركيز على الاستمرار بتهيئة البنى التحتية والمتعلقات اللوجستية الخاصة بالانتخابات بما يحقق الأهداف المرجوة. قررت مفوضية الانتخابات تمديد مدة تحديث سجل الناخبين لمدة أسبوعين. وقالت المفوضية في بيان مقتضب إن التمديد سيستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الخامس أو ليوم الخامس عشر من شهر نيسان المقبل، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي إطار الملف الانتخابي، أفاد مصدر أمني في شرطة ميسان أن الطيران العراقي ألقى منشورات عدة من الجو بخصوص الانتخابات البرلمانية. وقال المصدر أن المنشورات تحث المواطنين في محافظة ميسان على تحديث بطاقاتهم الانتخابية البيومترية. وأفاد مكتب انتخابات ميسان بمواصلة الحملة الإعلامية المحلية بالتنسيق مع طيران القوة الجوية، وذلك من أجل حث الناخبين على تحديث بياناتهم واستلام البطاقة البيومترية. وفي ملف التعداد السكاني، كشفت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن أن المبالغ المخصصة لتنفيذ التعداد أو التعداد تمثل نصف المبلغ المطلوب لإجرائه، مرجحة تأجيله إلى العام المقبل. وقال عضو غرفة عمليات التعداد سيروان محمد رئيس هيئة إحصاء إقليم كردستان إن التعداد أمر معقد بسبب الأوضاع الاقتصادية والصحية، كما أن المبلغ المخصص للاستعدادات ضمن الموازنة بلغ 60 مليار دينار، وهو نصف المبلغ المطلوب والبالغ 120 مليار دينار. وأضاف محمد أن الاستعدادات في الإقليم وبغداد ما زالت بسيطة ولا يمكن إجراؤها هذا العام، مؤكدا وجود 5 مقترحات لإجرائها في المناطق المختلف عليها. مشاهدينا، وحول الاستعداد للانتخابات ينضم إلينا المحلل السياسي صباح العقيلي، مرحبا بك. حياكم الله، مساء الخير. سي صباح، كيف ترى الاستعدادات للانتخابات، وهل المفوضية فعلا أكملت أو لا زالت في استعداداتها وفق إجراءاتها ووفق المعايير؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وقناة WTV. يعني القانون الانتخابات المعدل حاليا يختلف عن قانون الانتخابات السابق اللي كان سابقه المعدل، وبالتالي كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. الآن اختلفت بعد هذا التعديل، كثر
كثره الدوائر الانتخابيه، وبالتالي يحتاج الى تعداد سكاني لكل المناطق، وان يكون هنالك تعداد لكل الدوائر الانتخابيه، وهذا الامر حقيقه ممكن يحتاج الى وقت مضاعف من قبل مفوضين الانتخابات، وهذا على اثرها كان هنالك مطرح بتاجيله عندما كان يفترض ان يكون في حزيران القادم، تم تاجيله الى تشرين القادم. اعتقد ان مفوضيه الانتخابات لحد الان لم تكتمل استعداداتها بشكل كامل، بالاضافه الى قضيه الدوائر المتعدده، قضيه استبعاد البطاقه الالكترونيه السابقه واعتماد البطاقه البيومتريه، والسبب بان في الانتخابات السابقه في 2018 كان هنالك عمليات تزوير كبيره جدا، قد تكون يعني جزء من هذا قضيه استغلال البطاقه الالكترونيه، وبالتالي اليوم قضيه البيومتريه هي تقطع الطريق امام عمليه تزوير كما حدثت في 2018، وهذا الامر الامر الاخر اعتقد بان الكتل السياسيه لحد الان لم تحسم قضيه القانون الانتخابات، وهنالك بعض التعديلات بالاضافه الى قانون المحكمه الاتحاديه التي لم تحسم لحد الان، وان كان هنالك تشكيل لكن اعتقد تحتاج الى وقت اكثر، وبالتالي اليوم سي صباح انت ذكرت البرلمان يحتاج الى وقت، بالاضافه الى ان الحكومه تحتاج كذلك لوقت من اجل ان يكون هنالك استقرارا امنيا يهيئ الانتخابات مبكرا. صباح، بعض الكتل السياسيه تشكك في عمل المفوضيه وتقول لربما لم تجري الانتخابات في موعدها المحدد، او هناك اسباب يعني متعلقة بالبطاقة البيومترية، هناك تشكيك، لماذا هذا التشكيك؟ يعني التشكيك قد يكون بعض الكتل السياسية لا تريد أن يكون هنالك انتخابات مبكرة في تشرين القادم. البعض من الكتل يراهن على إكمال 4 سنوات تقويمية، وبالتالي هذا تحدي مهم جدا ممكن تواجه المفوضية وكذلك الحكومة، بالإضافة إلى هنالك مؤثرات خارجية تحول دون عقد الانتخابات، أعتقد هاي الخروقات الأمنية ممكن أن تدفع الكتل السياسية أو البرلمان أو الحكومة إلى طلب تأجيل ثاني للسنة القادمة، وحقيقة أنا لا أستبعد تأجيل الانتخابات لمرة ثالثة، والسبب بان كل الاستعدادات للانتخابات يعني ضمن المعطيات لا تشير الى عقد انتخابات في تشرين القادم. يعني هل سنشهد تدخلات من بعض الكتل لربما في تغيير موعد الانتخابات او تاجيلها مثلا؟ يعني ضمن الاداء البرلمان والكتل السياسيه في تعاطيها مع قانون الانتخابات، مع قانون المحكمه الاتحاديه، وكذلك حتى الحكومه يعني التخصيصات للمفوضيه يعني لا توازي عمل المفوضيه، وبالتالي حتى الدعم الحكومي لا يرتقي لمستوى دعم المفوضيه لاكمال عملها، وهذا جزء من المعاقلات التي هي طرحتها المفوضيه للانتخابات بخصوص المبالغ المخصصه وكذلك الوقت لإكمال المقدمات للانتخابات المبكرة. سيد صباح العقيلي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، أما فيما يتعلق في ذي قار ينضم إلينا عبر سكايب مراسلنا نعيم الدراجي. مرحبا بك نعيم. شكرا لك زميلي حبيب قلب الغالي. كيف حالك؟ اهلا بك. اتفق ان اكون من محافظه ذي قار ولكنني انتمي الى محافظه البصره والتي هي ذي قار الاخرى. ذي قار تتمعنا معها نفس الهموم نفس المعاناه، وانا مراسلكم من البصره عليك نعيم الدراجي. اهلا بك. عفوا نعيم، البصره كل محافظاتنا هي محافظات جميله ان شاء الله. نسألك حول موضوع الموازنة، وهل فعلا اليوم
نالت استحقاقها البصرة في ما يخص حصة البصرة من الموازنة، كيف لمست تفاؤل المواطنين هناك؟ حياك الله زميلي، شكرا لهذا السؤال الأكثر من رائع، شكرا لك، شكرا لهذه الإدارة الجيدة جدا. اليوم الموازنة، كان البصريون بانتظار هذه الموازنة، اليوم أبناء البصرة ينتظرون الموازنة كانتظار الفلاح لسقوط الأمطار. اليوم تزاحمت عيون البصريون على شاشة التلفاز، جلسوا منذ الصباح الباكر بانتظار أمل جديد، بانتظار ابتسامة جديدة، بانتظار إرادة جديدة، ولكن يبدو أن هذه الميزانية كغيرها من الموازنات التي مرت فيها ظلم كبير لأبناء البصرة، فيها تعدي على حقوق أبناء البصرة، لم تأتي بجديد سوى المشاريع والمحاصصة التي تجري من هنا وهناك بين شخصيات، بين مشاريع، بين قادة كتل، لم تأتي سوى بمشاريع قد أحيلت سابقا والآن تحال من جديد، وكوميشنات جديدة ومشاريع وهمية جديدة. إذن اليوم الموازنة في محافظة البصرة والشارع البصري لم يستبشر خيرا بهذه الموازنة التي لم تأتي جديد إلى محافظة البصرة. نعم، يعني هل بعد نعيم، بعد الوعود التي سمعناها من الحكومة، هل سنحصل على أو ستحصل البصرة على استقرارها؟ هل ستنال حقوقها كما كانت البصرة؟ برأيك هل ستتحقق ما يريده المواطن البصري؟ تفضل. زميلي، يقولون أن النفط سريع الاشتعال، أو من مواصفات النفط أن يكون سريع الاشتعال، ولكنه أصبح لدى المواطن البصري وجعل المواطن البصري سريع الانفعال. لماذا؟ لأن المواطن البصري لم يجني من نفط البصرة سوى الأمراض السرطانية والتلوث البيئي والأمراض التي تهاجم الجهاز التنفسي بين فترة وأخرى. البصري لم يجني من النفط سوى الأمراض الأخرى والتلوث الذي يجري في محافظة البصرة، لا مشاريع، لا تقدم، لا مدارس متطورة، لا تعليم متطور، مشاريع هي في غاية التلكع، مشاريع تركت، أموال قد سرقت، شوارع البصرة يوما بعد يوم نحو الأسوأ، وتخسفات التي في شوارع البصرة منذ زمن بعيد هي اليوم نفسها في منطقة الزبير، في منطقة أبو الخصيب، وفي جميع مناطق البصرة. اليوم ميزانية البصرة، حصة البصرة من النفط التي تغذي جميع المحافظات العراقية. اليوم يخرج مسعود البرزاني بتصريح قائلا بالحرف الواحد: فلا خجل فلا حياء، يقول نفط البصرة لجميع المحافظات بما فيهم المحافظات الكردية. نعم يا مسعود، ونفط الأكراد لجميع المحافظات وبما فيها البصرة. لماذا نفط الأكراد هو وقف لأبناء الأكراد فقط، ونفط البصرة يوزع على الجميع بما فيهم الأكراد؟ اليوم نلاحظ زميلي هنالك صمت واضح من قبل نواب البصرة أمام إرادة الأكراد، أمام طموحات الأكراد، وكأن كلمة الأكراد اليوم لا تكسر في مجلس النواب. اليوم تعدي على حقوق البصرة، تعدي على حقوق علي نعيم البصرة. الآن قد قرت الموازنة، ويعني صار تم وضع الحقوق وتم الاستحقاقات وحصة الإقليم وحصة البصرة، ولكن بقيت بعض المحافظات مغبونة صراحة، ومنها البصرة. تكلمت عن نواب البصرة، وأيضا لماذا لم يكن هناك دور كبير من هؤلاء النواب صراحة؟ زميلي، عندما تعطى حقوق تجولة جدا، هذه ليست بحجم البصرة، هذه ليس بحجم الموارد التي تخرج من البصرة، ليست بحجم البراميل النفطية التي تخرج يوميا إلى المحافظات ومنها أقليم كردستان. اليوم عن لسانك وعن لسان جميع البصريين، نعزي أصحاب 30,000 درجة وظيفية، لأنه لا يوجد نائب تكلم عنهم، ولا يوجد نائب قد أخذ دور 30,000 عائلة. اليوم طموحات الشباب قد هدمت، إرادة الشباب وأصحاب 30,000 درجة وظيفية في ضحوكة، في مسرحية. الشباب تظاهروا في جميع محافظات العراق ولم يتركوا شبرا من أرض البصرة إلا وتظاهروا به. اليوم نرى جلسة المجلس النواب تخلو من 30,000 درجة وظيفية، كان الله بعون أحلامهم. زميلي، المشاريع التي أحيلت اليوم إلى محافظة البصرة، وهنالك أمل جديد باسترجاع ميناء الفاو الكبير، والميزانية التي أحيلت له عسى أن يكون مرفدا لأبناء البصرة، ولكن بعيدا عن الأيادي التي دمرت البصرة، بعيدا عن المشاريع الوهمية التي دمرت البصرة، بعيدا عن الشركات المتلكة التي بين فترة وأخرى تساهم في إطفاء شموع محافظة البصرة. نعم، كنت معنا مراسلنا من البصرة علي نعيم، شكرا جزيلا لك.
جمع عدد من أعضاء مجلس النواب تواقيع لإقالة أمين بغداد من منصبه، وذكر مصدر نيابي أن نوابا من كتل مختلفة جمعوا تواقيع لإقالة أمين بغداد علاء معا من منصبه. وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة أمين بغداد علاء معا وعدد من مدراء الأمانة لفشلهم بإنجاز المهام الخدمية المسؤولين عنها لأهالي العاصمة بغداد ومنطقة حي المنتظر بمدينة الصدر بشكل خاص. تظاهر العشرات من موظفي الأجور اليومية وعقود وزارة الكهرباء أمام ساحة التحرير مطالبين تثبيتهم على الملاك الدائم بعد أكثر من سنة دون استجابة لمطالبهم. أكثر من سنة يواصل أجور وعقود مهندسي وزارة الكهرباء للتظاهر من أمام ساحة التحرير مطالبين الحكومة إنصاف هذه الشريحة بعد أن بحت أصواتهم للمطالبة بالتعيين وتوفير التخصيص المالي. وكالعادة التسويف والمماطلة هو سيد الموقف. نحن مهندسين عقود وأجور وزارة الكهرباء مع تصميم صار لنا أكثر، حيصير لنا سنة تقريبا 8 أشهر سنة هنا، مرات نتصم قدام وزارة الكهرباء ومرات هنا ومرات حتى رحنا رئاسة الوزراء نطالب الكاظمي نطالب أي جهة مسؤولة إنه إحنا عندنا درجات حذف واستحداث على أساسها إنه إحنا نطالب بالتثبيت. زين أوكي، الدرجات يريدون يعينون بها العقود القدامى اللي هم ما أعرفش قد عددهم، هاي درجات تكفيهم وأكثر وزايدة وتكفينا إحنا ويا وبعد زائد همينا هوايه ناس، احنا نطالب بها لهي الدرجات ما مطالبين غير بحقنا المشروع اللي احنا كوم تحملنا من الحر من الصيف احنا، وهسه راح يجي الصيف مره ثانيه واحنا بعدنا على الرصيف. ابرز المطالب الاسراع باقرار الموازنه وتثبيت العقود على الملاك في ظل الصراع السياسي على اقرارها والضحيه من يفترش الارض، ويستمر المتظاهرون بالسلميه في ظل الظروف الصحيه الحرجه. احنا مطلبنا الرئيسي هو التثبيت، لا شيء غير التثبيت. احنا مطلبنا وحقنا الاساسي هو التثبيت، احنا مهندسين تعبنا هاي السنين كلها ودرسنا على مود التثبيت، احنا ما طالبين غير التثبيت وما نريد غير التثبيت، حتى رواتبنا نطالب بها ها على مود نثبت، على مود نقدر نعيش، نقدر ناكل، عم يجيبون لنا رواتبنا ونريد تثبيتنا وهذا حقنا ابسط شيء، احنا تعبنا ومهندسين نبني العراق، احنا نريد نبني العراق، وشلون نبني؟ غير تعطونا حقنا على مود نبني؟ احنا مهندسين عقود واجور وزارة الكهرباء من شهر الخامس لحد الان معتصمين امام وزارة الكهرباء من كل المحافظات العراقية، ناشدنا اكثر من مرة ومن اكثر قناة زارتنا واكثر من مرة فقط وعود تجينا لحد الان. يعني احنا يا سيادة المسؤول احنا لو ابنائك لو بنتك لو ابنك تقبل هاي الوقفة مالتهم كمهندسين؟ المهندس يعني بالدول هو اللي يبني دولة، هو اللي يأسس الدولة، هو اللي يديرها للدولة كلها، يعني عقلية ما يستهان بها. مظاهرات إجور وعقود الكهرباء استمرت لأكثر من سنة، واليوم من ساحة التحرير التعيين مطلبنا. شيبان سامي، قناة دبليو تي في وطن، بغداد. في محافظة البصرة أيضا تظاهر موظفو الأجور اليومية وعقود وزارة الكهرباء، حيث أنحى المتظاهرون باللوم على الحكومة وعلى نواب المحافظة بسبب عدم متابعة مستحقات المحافظة في الموازنة. عقود وزارة الكهرباء أو كما يحلو للبعض بتسميتهم عقود نواب البصرة، بعد مضي سنة أو أقل من ذلك وهم يعملون في دوائر الكهرباء بدون رواتب ولا مخصصات، وهم يديرون أكثر الأماكن خطورة، تظاهروا من أجل المطالبة بحقوقهم. نطالب بمستحقاتنا، صارنا 11 شهر ما مستلمين مستحقاتنا، وجاي احنا بتماس كهربائي وخطورة، وهاي يعني حر وبرد وهاي، وجاي نداوم حتى بأيام الوباء احنا ما منقطعين، لهذا يومك زين لو لا. احنا نطالب رئاسة الوزراء والوزير وزير الكهرباء من استثنائنا من 1 على 12 بحيث يستثنينا من الموازنة، لأن هي الموازنة صراعات سياسية ويا طايح بها الفقير. أكو عذر شرعي عند وزارة الكهرباء تقول لازم يصير استثناء من رئاس الوزراء يقدم إلى المالية،
على مود يصرفون رواتبنا بال 2020، لان يمشون على مبدا 1/12 مال موازنه 2019. ب 2020 ما اجت موازنه، بقينا على هذا المبدا. العتب على نواب البصره، على نواب العراق، شنو كم ناب؟ 54 نائب ضدهم 275 نائب، ما يعرفون يقرون الموازنه، ما يعرفون يطلعون حق البصره وحق المواطن البصري. احنا من ظلم الظلم، من ايام هدام الملعون لحد الان ظلم ظلم، كلهم سياسيين متحزبين وكلهم فاسدين وما استثني اكبر واحد بهم. المتظاهرون اكدوا بانهم لم يعرفوا مصيرهم لغايه الان، فهم عاطلين عن العمل ولكن بطريقه اخرى، ولا يوجد ضمانا لهم ولعوائلهم، وهم يستذكرون صديقهم الذي استشهد من أثر صعقة كهربائية قد أدت به إلى مغادرة الحياة ولم يتقاضى راتبا ولا تعويضا لذويه بعد وفاته. قبل فترة استشهد عندنا أحد المجاهدين، يعني هو كل مجاهد في الساحة، يعني هذا اللي قاعد يطلع للعمل بتماس مباشر مع الكهرباء، يعني اعتبر شيء حال المجاهد. شنو ذنبنا عمي؟ ليش؟ ليش هذا الظلم؟ يعني احنا شنو اللي مسوينه؟ الله سبحانه وتعالى يقول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني هذا اللي الله سبحانه وتعالى وصاكم به. انتم عندكم دين؟ دين ما عندكم اصلا، لو عندكم دين كان فكرتوا كان قلتوا هاي الناس ايش تاكل ايش تشرب. يا ولد سمعونا، احنا هالمره ظهرنا، لا حرقنا تاير، لا قطعنا شارع، لا تجاوزنا على اخواننا هذول الشرطه اللي ويانا وناصرين هم، ترى هم خليها ببالكم، لان اخر شيء انتم شملتوا الشرطه، الشرطه عقود بيها ناس مبسوطه عقودها، هم البارحه تلاعبتوا بيها شلتوها، كان ما شريت تقول له ابو رفحه. اللي ميته بالسعوديه وصايله 100 سنه تقول له تاخذها باثر رجعي من 2003 لحد الان. الموازنه وما ادراك ما الموازنه؟ اصبح ابناء الجنوب ينتظرونها كانتظار الفلاح لسقوط الامطار، ولكن يبدو انهم واهمون، لأن ميزانية العراق هي وقف لأبناء الإقليم فقط. عقود وزارة الكهرباء ما زالوا يتظاهرون ويطرقون جميع الأبواب، ولم يتركوا شبرا من أرض البصرة إلا وتظاهروا به، فمتى يتم الإنصاف من قبل الجهات المعنية؟ علي نعيم، قناة دبليو تي في وطن، البصرة. في محافظة ذي قار وجه المحافظ عبد الغني الأسدي الدوائر الخدمية في المحافظة نحو الصناعات الوطنية لتلبية متطلبات المشاريع الخدمية. وقال مكتب المحافظ في بيان أنه زار أحد المعامل الصناعية للإطلاع على سير العمل وتفعيل التعاون المشترك مع القطاع الحكومي، وأكد أن دعم القطاع الخاص سيوفر فرص عمل لكثير من الشباب العاطل عن العمل. جل اهتمامنا الآن أن نفعل القطاع الخاص لما له من مردود اقتصادي على البلد بصورة عامة، وذي قار بصورة خاصة راح يستوعب لنا كثير من الأيدي العاطلة عن العمل، يعني يشغل لنا شباب بمختلف الشهادات، وكذلك توفير المادة عراقية إلى العراقيين. وهذا اليوم حضروا وياي الأخوة مدراء المديريات وفهمناهم عنه شلون يتعاملون مع هذه الشركة العملاقة، وشكرنا وتقديرنا للسيد مدير الشركة، وحقيقة هذه إذا تكتمل كل مشاريعها راح يكون عندنا هناك اكتفاء ذاتي، بل هناك فائض عن الاكتفاء الذاتي يصدر إلى المحافظات الجنوبية أو الشمالية أو الغربية. في ذي قار أيضا جدد خريجو كليات الهندسة والمعاهد التقنية اعتصامهم أمام مصفى ذي قار النفطي بعد تعليق اعتصامهم لعدة أيام. وذكر أحد المعتصمين أن استئناف الاعتصامات جاء بعد تعليقها لدواعي تلبية المطالب الخاصة بالخريجين، مضيفا أنه تم إغلاق المصفى بشكل كامل ومنع دخول الموظفين إليه. هذا وقد أعلن محتجون في قضاء رفاعي عن البدء باعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم بالإبقاء على القائم مقام السابق كاظم الفياض. وقال شهود عيان
إن المحتجين جددوا اعتصامهم أمام مبنى القائمة قامية في خطوة تصعيدية للإبقاء على القائمة قام السابق كاظم الفياض. وأكد شهود عيانة إن المحتجين أغلقوا المبنى بعد نصبهم سرادق رافضين طرح أي مرشح لهذا المنصب. أمنيا، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول القبض على 6 إرهابيين في بغداد والأنبار والسليمانية. وقال رسول في بيان إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تنفيذ سلسلة دقيقة من الواجبات النوعية، وألقى القبض على عدد من المطلوبين في مناطق مختلفة من البلاد، حيث ألقى القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الحبانية، فيما اعتقل إرهابيين اثنين في السليمانية كانا ينشطان ضمن مفارز إرهابية خطيرة، وكان أحدهم هاربا من سجن أبو غريب. وأضاف البيان أن التشكيلات الأمنية ألقت القبض كذلك على 3 من بقايا داعش، 2 منهم شمالي بغداد والآخر في غربها. هذا وأعلنت خلية لأعلام الأمني تدمير وكر وزورق لعصابات داعش الإرهابية شرقي صلاح الدين. وذكرت الخلية في بيان أن قوة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بالاشتراك مع الجهد الهندسي وبإسناد من طيران الجيش نفذت واجب تفتيش وتنظيف لجزيرة البودور، وأسفر عن تدمير وكر وزورق من قبل طيران الجيش، مضيفا أنه تمت معالجة مواقع بينها موضع رصد، فيما تم تنظيف مساحة 1.5 كيلومتر. في الملف الوبائي، أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن أعلى معدل تجاوز 6000 إصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء. وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان إنها سجلت 6664 حالة شفاء و 4210 حالة، بالإضافة إلى 37 حالة وفاة. وأشار البيان إلى أن هذه النسبة هي الأعلى بالإصابات منذ تفشي الوباء. نذكر بالعناوين. قبيل قمة بغداد الثلاثية مع الملك الأردني والسيسي الكاظمي يبدأ زيارة للسعودية تبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. بعد طول انتظار، مجلس النواب يعقد جلسة تمرير الموازنة، ونواب يؤكدون حصول الإقليم على امتيازات غير مسبوقة. الكشف عن سرقات يتعرض لها نفط محافظة كركوك بواسطة الصهاريج، والصالحي يشير إلى أن نفط المحافظة يباع للأردن بشكل مجاني. الصحة تسجل نسبة إصابات أسبوعية هي الأعلى منذ بدء الجائحة، والموقف الوبائي يتجاوز 6000 إصابة. النشرة انتهت، إلى اللقاء. Done.